أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حوار المساء، والتي نركز فيها على محورين. الأول، واشنطن لن تسحب قوتها من العراق، وفي المحور الثاني، حكومة كردستان العراق تتهم ميليشيا الحشد بالقيام بتغيير ديموغرافي في المناطق المسيحية بسهل نينوى. فاصل ونعود إليكم. قال جون سوليفان نائب وزير الخارجية الأمريكي إن الولايات المتحدة لن تكرر خطأ الانسحاب من العراق مرة أخرى. وأضاف سوليفان في تصريحات صحفية عقب زيارته الأخيرة إلى العاصمة بغداد أن إعلان العبادي هزيمة تنظيم الدولة لا يعني بالضرورة أن التنظيم بات لا يمثل مشكلة قائمة أو أن خطره قد زال، مؤكدا أن فلول التنظيم لا تزال تمثل خطرا مستمرا. لمناقشة هذا المحور ينضم إلينا العميد الركن خليل الطائي، مستشار مركز الأمة للدراسات من بغداد، والعقيد الركن حاتم الفلاحي، المحلل العسكري والأمني من إسطنبول. فمرحبا بكما معنا. أبدأ معك سيادة العميد الركن خليل الطائي، هل بالفعل أخطأت واشنطن بالانسحاب من العراق كما قال نائب وزير الخارجية الأمريكي؟ حياك الله أخي سعد عمر وضيفك الكريم عقيدكم الكريم حاتم الفلاح. أهلا بك أخي. بداية، أمريكا عندما تتكلم عن خطأ الانسحاب سابقا هو عام 2011، هو لم يكن خيارا ومن ضمن عدة خيارات ليكون خطأ، بل هو كان الخيار الوحيد المتوفر آنذاك. لذلك الانسحاب في ذلك الحين كان انسحاب غير مدبر، يميل قليلا الى الهروب من الخسائر التي كبتها القوات الامريكيه جراء سلاح المقاومه العراقيه في ذلك الحين. ايضا اخي الكريم، هنالك ثابت لا يمكن ان نتجاهله جميعا، هو ان العراق حاليا لا يزال امريكيا على الرغم من التوغل والتغول الايراني فيه. فأمريكا عندما جاءت العراق جاءت غازية بصفة وقانون الاحتلال لحسابات خاصة بها، سواء جغرافية واقتصادية ثروات نفط وغيرها. ووفق هذا المفهوم الذي جاءت فيه لغزو العراق وهذه الاستراتيجية، هي تدين بقائها بصنع الحدث وتوظف هذا الحدث وتعزز تواجدها بحسب الظرف الزماني والمكاني. إذا البقاء الأمريكي في العراق ليس كما يروج له عندما تقول سلطة بغداد هنالك اتفاقية وشروط، بل هنالك شروط أمريكية تفرض على بغداد. أيضا أخي الكريم، من ضمن الاستراتيجية الأمريكية هنالك تسمى الحرب الأمريكية العامة في العراق. هذه الحرب العامة تنفذ المشروع الأمريكي الطويل الأمد في العراق خاصة وفي المنطقة عامة بإطار عسكري، بمعنى هناك غاية واستراتيجية أمريكية للبقاء في العراق يتم تنفيذها بهذه الأدوات العسكرية باستحداث ملفات ميدانية وأمنية، وبالتالي تتخذ هذه الاستراتيجية الأمريكية للتجديد والتنويع. جميعنا يتذكر سابقا عندما كانت تسمعني أخي؟ نعم، سابقا عندما كان هنالك تنظيم القاعدة، هي استحدثت الصحوات لغرض محاربة هذا التنظيم. قبل سنوات استحدثت ميليشيا الحشد لغرض محاربة تنظيم الدولة. إذا أمريكا لديها استراتيجيات لغرض البقاء طويل الأمد في العراق. نعم. العقيد ركن حاتم الفلاحي، يعني جون سوليفان نائب وزير الخارجية الأمريكي قال بأن إعلان حيدر العبادي هزيمة تنظيم الدولة لا يعني بالضرورة أن التنظيم لا يمثل مشكلة قائمة أو أن خطره قد زال. كيف تحلل ما صرح به نائب وزير الخارجية الأمريكي في هذه الجزئية؟ نعم، مساء الخير لك ولضيفك الكريم سيادة العميد ركن خليل الطائي ولمشاهدي قناة الرافدين. أنا أعتقد بأنه التصريح الذي جاء بأنه تنظيم الدولة على لسان حيدر العبادي بأن تنظيم الدولة قد انتهى في العراق هو تصريح إعلامي فقط،
أما لو جئنا إلى حيثيات أو حيثيات هذا التصريح، فأعتقد بأن تنظيم الدولة لا يمكن أن ينتهي بهذه السهولة التي يتكلم فيها العبادي. وأمريكا لابد أن تجد مبرر لبقائها في العراق إذا كان تنظيم الدولة قد خرج من العراق أو انتهى في العراق. إذن فقد انتهى المبرر الذي وجدته قوات التحالف الدولي بما فيها القوات الأمريكية للبقاء في العراق، وبذلك يجب أن يكون هناك انسحاب لهذه القوات من العراق. إذن لابد أن يكون هناك مبرر لبقاء هذه القوات. فكان التصريح الأمريكي بأن تنظيم الدولة لا زال موجود في العراق وقد يشكل خطر رغم أنه قد انتهت العمليات العسكرية، وأنا أعتقد بأن التصريح الأمريكي فيه شيء من الحقيقة. ولكن أنا عندما أتكلم عن تنظيم الدولة أو أتكلم من الأطراف المستفيدة من العراق مما جرى منذ عام 2014 وإلى اليوم، أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية لولا وجود تنظيم الدولة لما استطاعت العودة إلى العراق، بل هي وجدت من وجود تنظيم الدولة وسيطرته على كثير من المحافظات السنية وجدته ذريعة للتدخل مرة أخرى في العراق، وبذلك وجدت أمريكا بأن المصلحة الأمريكية تقتضي بالعودة إلى العراق لأنها قد خرجت بعد احتلال العراق من هذا البلد مرغمة، مثل ما تفضلت سيادة العميد الركن. لذلك أنا أقول بأنه الوجود الأمريكي سيكون وجود في العراق طويل الأمد، وستكون له مبررات في الفترة المقبلة واضحة. الاستراتيجية الأمريكية الآن التي قدمت في يوم 19 كانون الثاني كانت واضحة بأن التنافس ما بين الجيش الأمريكي والصين وروسيا كان واضح جدا بأن هناك تقدم لروسيا والصين مقابل تآكل التفوق العسكري الأمريكي في المنطقة، وبذلك أمريكا تحاول الآن أن تضع من الإرهاب أولوية ثانية في ملفاتها أو في استراتيجيتها للتعامل في المنطقة. الآن الولايات المتحدة الأمريكية تطرح من أنه إيران تشكل خطر وما إلى ذلك. وأنا أقول يعني عندما نتكلم عن عن عن, عن الموقف الأمريكي من المظاهرات التي خرجت، الإدارة الأمريكية حقيقة لا تريد تغيير النظام، وهذا ما تكلم به الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية عندما قال نحن نريد تغيير سلوك النظام في إيران ولا نريد تغيير النظام الإيراني، لأنه أمريكا لديها كثير من الاتفاقات مع النظام الإيراني منذ فترة طويلة، منذ عام 2003 عندما ضربت أفغانستان، وبعد ذلك أقول عندما ضربت أفغانستان ثم بعد ذلك 2003 دخول العراق. أمريكا تعاملت مع إيران وأطلقت يدها في كثير من الملفات في المنطقة، يعني من سمح لإيران بأن تلعب هذا الدور الإقليمي الكبير سواء كان في العراق أو سواء كان في سوريا أو سواء كان في اليمن أو في مناطق أخرى؟ لماذا أمريكا توجه الضربات إلى تنظيم القاعدة ولا توجه الضربات إلى التنظيمات الإرهابية التي تقاتل في سوريا والتي تقاتل في اليمن والتي تقاتل في مناطق مختلفة من العراق بما فيها الحرس الثوري الإيراني وما إلى ذلك؟ من سمح بنقل الأسلحة والأعتدة والمقاتلين من كثير من البلدان إلى هذه الدول؟ أمريكا هي من أعطت الضوء الأخضر لإيران للدخول في المنطقة، وبذلك نحن نتكلم حقيقة عن اتفاقات الحرب الإعلامية مستعرة، ولكن على أرض الواقع لا يوجد أي إشكال ما بين لا يوجد إشكال كبير جدا ما بين أمريكا وما بين إيران، وإنما قد يكون هناك تنافس على المصالح في المنطقة. لذلك أنا أعتقد بأنه المبرر وجود تنظيم الدولة سيسمح ببقاء القوات الأمريكية لفترة أخرى. نعم، العميد ركن خليل الطائي، ما الفائدة من بقاء قوات أمريكية في العراق والمناخ العام السياسي قادر على إنتاج جماعات متطرفة كتنظيم الدولة؟ أخي هنالك كما قلنا غاية رئيسية، المستفيد الرئيسي من تواجد أمريكي هي أمريكا. أمريكا لديها استراتيجية، وأمريكا لم تأتي العراق لغرض محررة هي من هذا النظام أو داخل، هي لديها مشاريع واستراتيجيات وآليات تتصرف في هذه المنطقة أو تلك. لذلك عندما قدمت العراق هي تعرف جيدا ماذا سيواجهها. لذلك يا أخي الكريم، وبعيدا عن مفهوم المؤامرة بأن التنظيم متفق مع أمريكا ومع إيران أو مع هذا أو ذاك، ولكن تنظيم الدولة وحتى المقاومة العراقية في حينها كل إفرازات في الاحتلال الأمريكي للعراق. إذا عندما جاءت العراق جاءت بنظام طائفي ميليشياوي من خلاله تستطيع أمريكا أن تديم تواجدها وبقاء في المنطقة. اليوم عندما نتكلم عن طرفي القتال وهذا الاحتلال من هو المستفاد منه، أمريكا تدرك جيدا بأنه تنظيم الدولة
هو عدو زئبقي لا ينتهي بمعارك عسكريه تقليديه. نعم. الاستراتيجيه العامه للتنظيم لا تتحدد بمكان ولا زمان، وهو ينشف عما تتوفر الظروف الميدانيه ويستكين بخلاف ذلك ويقتصر على العمليات الامنيه. على الرغم انه تنظيم الدوله ويسمى بالدوله الاسلاميه لكن هو ليس نظام مؤسساتي اخي الكريم. نعم. واتخذت هيكل تشد للتنظيم الاداري، لكن يبقى هو تنظيم حربي بجميع مفاصله. توفيق هذه الارضيه التي توفر لهذه الجماعات المتطرفه من مثلا على سبيل المثال الاعتقالات العشوائيه والتصرفات الطائفيه، كل هذه الامور تعمل على انتاج هذه الجماعات، لماذا الولايات المتحده الامريكيه لا تقوم بالضغط على الحكومه الحاليه او الحكومه القادمه من اجل تغيير كل هذه الامور التي تؤدي كل فتره الى 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 ظهور جماعه معينه؟ اخي السؤال مهم. لو فرضنا الان جدلا انه انتهى تنظيم الدوله عسكريا وامنيا في العراق، فان العراق لن يستقر، لان امريكا اخي الكريم اوجدت نظام منتج للارهاب بحسب الزمان والمكان. لذلك نحن لسنا امام ما موجود من افرازات ميدانيه كما قلت التنظيم او القاعده او غيرها، بل المشكله هنالك نظام توافق عليه امريكا وهو نظام الحكم الموجود الذي لا يؤمن بوجود الاخر التابع لايران والذي يحتكم لامريكا. اذا امريكا المستفاد الرئيسي من هذا النظام الموجود الذي سرعان ما سينتج جماعات اخرى وقد تكون من قوميات اخرى. جميعنا نشاهد ما المشكله التي حدثت مع الافراد في اقليم كردستان وكركوك وغيرها. اذا امريكا اخي مشروعها تستطيع ان تديمه من خلال توظيف الحدث وتجديد الادوات. نعم. العقيد الركن حاتم الفلاحي، انت يعني اشرت في الإجابة السابقة إلى أن هناك توافق إيراني أمريكي في العراق وفي مناطق أخرى كسوريا واليمن، لكن هل التواجد الأمريكي موجه بالفعل تجاه تنظيم الدولة كما تقول، أم أن واشنطن أدركت مؤخرا بأن نفوذ إيران في العراق من خلال ترشح ميليشياتها في الانتخابات البرلمانية القادمة يعني أصبح لا تخطئه العين؟ نعم أكيد، بأنه الميليشيات التي سيطرت على العراق ما بعد عام 2003 وإلى اليوم وأوغلت بالدخول إلى الأجهزة الأمنية وكافة أجهزة الدولة الأخرى، أعتقد أنها الآن تأتمر بإمرة إيران أكثر مما تأتمر بإمرة الدوائر الأمريكية، حتى وإن كانت مخترقة من قبل أمريكا في بعض الميليشيات. ولكني أقول بأنه هذه الميليشيات ولاها يكون لإيران أكثر مما هو لأمريكا. ولكن السؤال المطروح، من أوصل هؤلاء إلى دفة الحكم في العراق؟ يعني الآن عندما تأتي إلى النفوذ الإيراني في العراق تقريبا سيطرة شبه تامة لهذه الميليشيات التي دربت في إيران وسلحت ونظمت وجهزت وتقديم استشارات وما إلى ذلك وتمويل إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه الآن. يعني عند بدء الحرب على تنظيم الدولة في عام 2014 أمريكا سمحت بتسليح الميليشيات الشيعية على حساب العشائر من أهل السنة الذين كانوا راغبين في الدخول لقتال تنظيم الدولة، وبذلك نرى بأن هذه الميليشيات لا زالت يقدم لها الدعم الأمريكي بصورة كبيرة جدا في العراق. لذلك أنا أعتقد أن المشكلة الجذرية الآن في العراق ما بين أمريكا وما بين إيران هو على المصالح الأمريكية وما يمكن أن تحصل عليه أمريكا في الفترة المقبلة، لأنه أمريكا لا تقدم الخدمات مجانيا إلى العراق أو إلى أي دولة أخرى، لابد أن تكون هناك فائدة تجنيها أمريكا من الدخول في هذه الحرب وتقديم الدعم اللوجستي والاستخباراتي وكثير من الأمور الأخرى. إذا نحن نقول بأنه قد يكون هناك تنافس، وهذا التنافس واضح جدا. نحن نتعامل الآن، أمريكا تتعامل أو رئيس الدولة الموجود هو رجل تاجر، وبالتالي يتعامل مع الأمور على أساس التجارة. إذا لابد أن تكون هناك حصة لأمريكا كبيرة جدا في النفط العراقي، وهذا ما صرح به علي علن قبل أن يكون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن تدارك الأمر وزير الدفاع وقال بأننا لن نأتي إلى العراق لغرض الحصول على النفط. لذلك أنا أعتقد بأنه إذا ما تم التوصل إلى اتفاق بالضغط على إيران في الفترة المقبلة بملفات كثيرة، سواء كانت في سوريا أو سواء كانت في اليمن أو سواء كانت في العراق. الآن حتى في اليمن أمريكا لم تعطي الضوء الأخضر بضرب الحوثيين، وإنما تدعو إلى الجلوس إلى طاولة حوار وحل الإشكالات السياسية.
بينما تضرب القاعدة في اليمن وتستخدم الطائرات المسيرة لضربها أو لا. إذا نحن نتكلم عن دولة تتعامل بوجهين في كثير من الملفات، وتدعي بأنها هي ضد إيران، علما بأن الحوثي هم عبارة عن مجموعة من الميليشيات استطاعت أن تسيطر على دفة الحكم، ولكنها لحد هذه اللحظة لم تدرج على قوائم الإرهاب الأمريكية. نعم، يعني في نفس التساؤل في نفس السياق، هل ترى من الناحية العسكرية بأن التعامل الأمريكي يعني يتغير في 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 كل بلد؟ مثلا في العراق يتم التعامل بشيء، وفي سوريا بشيء آخر، وفي اليمن بنوعية أخرى، أم أنها تضعها في 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 سياق واحد من ناحية النفوذ الإيراني؟ طبعا هي تحاول أن تضغط في جميع هذه الملفات الآن للحصول على كثير من الأمور التي تريدها أمريكا من أجل مصالحها في المنطقة. يعني إذا أردنا أن نتكلم الآن في سوريا، أعتقد بأنه سيطرت أمريكا الآن على آبار النفط والغاز، ودربت وسلحت ميليشيات أو قوات سوريا الديمقراطية تسليح كامل بما فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة، وسيطرت على الجزء المهم الاقتصادي من سوريا. وبذلك الآن حتى روسيا عندما تنظر إلى الملف السوري ترى بأنها قد خرجت من هذا الملف بخفي حنين، لم تحصل على شيء كبير جدا من ناحية الاقتصاد مثل ما حصلت عليه أمريكا. وبالتالي من يسيطر على الاقتصاد سيسيطر على البلد في الفترة المقبلة. أما في اليمن، في اليمن الوضع الأمريكي مختلف هناك. في اليمن هي تحاول أن تجد توازنات في هذا الملف، ولكن لن تقبل باجتثاث الحوثي من اليمن، وهذا ما تريده أمريكا، وتريد أن تستخدم هذه الورقة للضغط. وأعتقد بأنه ما أثير من ضجة المدنيين في الفترة السابقة بضربهم من قبل الطائرات التحالف العربي كانت كبيرة جدا في الأمم المتحدة، وكذلك بدرج كثير من الأمور الأخرى التي نسبت إلى التحالف الدولي بقتل المدنيين وما إلى ذلك. في العراق هي الآن تحاول أمريكا في العراق أن تضغط بشكل كبير جدا، وصرحت في الفترة السابقة بأن الميليشيات توضع على قائمة الإرهاب، وهناك مطلوبين وهناك إلى ما إلى ذلك، ولكن نرى بأنها بعد هذه التصريحات صمتت صمت القبور ولم تحرك ساكنا باتجاه هذه الميليشيات إلى اليوم. وقالت إذا عبرت هذه الميليشيات إلى سوريا سوف يتم ضربها. عبرت هذه الميليشيات ودخلت ولم يتم استهدافها إلا مرة واحدة، وعندما سألوها قالوا نحن لم نستهدف هذه وإنما استهدفتها جهات أخرى. إذا نحن نتكلم عن مصالح أمريكية تحاول أن تجد لها توازنات في كل من هذه البلدان. نعم، العميد الركن خليل الطائي، يعني برأيك ما هي الآثار الأمنية لبقاء القوات الأمريكية في العراق لمدة طويلة؟ أخي، الاحتلال لا يأتي بآثار إيجابية، جميع الآثار والإفرازات والمخرجات جميعها سلبية، ولكن المرحلة القادمة ستكون مرحلة أمنية أكثر مما كونها عسكرية. فهذا التسيد المتصاعد لهذه الميليشيات والتي دخلت على الملف السياسي حاليا، وايضا تعدد الجهات التي متدخله في العراق، والتواجد الامريكي الكبير اليوم، امريكا لديها 12 قاعده عسكريه، 5 في كردستان و2 في الانبار والقياره وبلد والساجي وسد الموصل، وكذلك موجوده من دول اخرى من استراليا وكندا وبريطانيا. جميع هذه الامور وهذه الرايات المختلفه والتسيد على الملف العراقي يجعل من العراق هش أمنيا. لذلك المرحلة القادمة أخي ستشهد مرحلة نزاعات كبيرة، منها من يميل للناحية العسكرية، وهذا ما نشاهده في منطقة الحويدة جنوب كركوك، وأيضا سامراء بين حين وآخر، وجنوب الموصل منطقة السيف، واليوم صحراء الأنبار اللي مساحتها 90,000 كيلومتر التي لا تصيب بنتيجة أمنية عسكرية. هو على الملف العراقي وينعكس بالدرجة الأساس على العراقيين أنفسهم. نعم. العراقيين لن يهنأوا بالأمن والأمان ما دام موجود الاحتلال الأمريكي. نعم، العقيد الركن حاتم الفلاحي، برأيك ما هي الآلية التي سوف تبقي واشنطن على جنودها في العراق؟ هل هو من باب محاربة الإرهاب في أي مكان لضمان الأمن القومي الأمريكي كما تردد دائما، أم تحت غطاء الاتفاق الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، أم أن الاحتلال لم ينتهي منذ العام 2003 على هذا الاعتبار؟ نعم، هي أمريكا عندما خرجت في عام 2011 تركت أكبر سفارة موجودة في الشرق الأوسط أو في العالم هي في العراق،
وهذه السفارة يتواجد فيها ما يقارب أكثر من 20,000 موظف في هذه السفارة، إضافة إلى كثير من الشركات الأمنية وكثيرا من الشركات التي تم استخدامها لغرض توفير الأمن وما إلى ذلك. إذا نحن نتكلم حقيقة عن تواجد أمريكي لم ينقطع منذ عام 2011 وإلى يومنا هذا، بل ازداد بالفترة السابقة بحجة مقاتلة تنظيم الدولة. أنا أعتقد بأنه الأمريكان في الفترة المقبلة سننظر إلى ما تؤول إليه الانتخابات القادمة ومن سيسيطر على المشهد العراقي. إذا كانت هناك صدوة للولايات المتحدة الأمريكية في العراق من خلال السياسيين لتنفيذ أجندة معينة بها، وإذا كان الأمر غير ذلك فأنا أعتقد بأنه سيكون هناك تصعيد للولايات المتحدة الأمريكية في العراق في الفترة المقبلة، وقد تلجأ إلى خيارات يمكن أن نقول فيها أنها خيارات ستكون حقيقة حاسمة في العراق لتقوير جزء من النفوذ الإيراني في العراق إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقات ما بين أمريكا وما بين إيران في العراق. لذلك أنا أعتقد بأن التواجد الأمريكي سيبقى على حاله إلى الفترة المقبلة، خاصة مع وجود تهديد في سوريا كبير جدا لم يحسم لحال هذه اللحظة، ولن يكون إلا باتفاق بإيجاد آليات الاتفاق سواء كانت في سوريا أو سواء كانت في العراق بحيث تؤمن المصالح الأمريكية للفترة المقبلة. نعم، العميد الركن خليل الطائي، يعني في الشهر الماضي وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قال بأن الجيش الأمريكي باق في سوريا ليس فقط لدحر تنظيم داعش بشكل نهائي، بل من أجل منع نظام الأسد من بسط سيطرته على كامل البلاد مع حليفته إيران. كيف تقرأ التواجد الأمريكي من الناحية العسكرية في سوريا وارتباطه مع التواجد العسكري الأمريكي في العراق؟ أخي، عسكريا لا يمكن فصل الجغرافيا العراقية عن جغرافيا سوريا، فكلاهما يتلاحق فيما بينهما، ولكن الجغرافيا العراقية متحتمة من قبل أمريكا، وأنا أتكلم الدول العظمى متحتمة من قبل أمريكا فقط، أما الجغرافيا السورية فهي مختلفة ومتشابكة، فهناك روسيا وتركيا وإيران طبعا متدخلة بشكل كبير مع نظام الأسد. نظام الأسد كنظام العبادي هم مداوات من هذا الطرف وذاك، ولكن التواجد الأمريكي في سوريا ليس كالتواجد الأمريكي في العراق، فهو يأخذ مناطق القوات سوريا الديمقراطية شرق نهر الفرات، هذه المنطقة الاقتصادية الغنية بآبار النفط لغرض تواجده، وهذا هنا يمكن أن نشير إلى أن الغاية الأمريكية في سوريا هي غاية تقسيمية بحتة، أما في العراق فهي غاية رئيسية سيطرة شاملة على العراق. هذا الاختلاف أيضا هي تؤيد النظام العراقي ولكن لا تؤيد شكلا نقول النظام السوري. إذا الجغرافية متداخلتان ميدانيا ولا يكفي فصلهما الواحدة عن الأخرى، وهي صراع ويقول بين الدول العظمى بين روسيا وأمريكا، لذلك هذا التنافس والصراع التسليحي بين بين فترة ثم يتفقون وتقل هذه الاشتباكات. الخاسر الوحيد كما قلنا هو الشعب العراقي والشعب السوري، يترامى بين هذا المشروع وذاك وبين هذه الأطماع والدين. نعم، العقيد الركن حاتم الفلاحي في تساؤل أخير، يعني اليوم النائب محمد عثمان عن محافظة التأميم قال بأن 40% من مساحة المحافظة ما زالت تحت سيطرة تنظيم الدولة، ما المانع من قيام القوات الأمريكية المتواجدة في العراق من طرد هؤلاء أو هذه العناصر من التنظيم من هذه المساحة؟ ليست قليلة يعني 40%. نعم، لا شك مثل ما قلنا في بداية الحلقة بأنه أمريكا تريد الآن المبرر لبقائها، لأنه تعالت قسم من الأصوات الآن بأنه تنظيم الدولة قد انتهى في العراق ويجب على القوات الأمريكية أن تغادر العراق، فلا حاجة لنا بهذه القوات بعد اليوم. نعم. إذن المبرر لوجود هذه القوات هو أن يكون تنظيم الدولة موجود في العراق مرة أخرى، فوجودهم في محافظة التأميم قد يعطي هذا المبرر للبقاء الأمريكي. ولكن السؤال، لماذا القواعد الأمريكية لا تتواجد إلا في مناطق كردستان وفي المناطق الغربية أو مناطق السنية نستطيع أن نقول؟ نعم. هناك أنا أقول بأنه أمريكا تنظر إلى الفترة المقبلة بأنه قد تكون هناك قرارات حاسمة في العراق، ولكن هذه لن تحددها إلا الاتفاقات ما بين أمريكا وما بين إيران، لأنه وزير الخارجية الإيراني عندما تكلم ترامب عن إلغاء
الاتفاق النووي قال بأننا لن ننفذ الاتفاقات أو البروتوكولات السرية المرفقة مع الاتفاق النووي. إذا هناك اتفاقات سرية أبرمت ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران، وأنا أعتقد بأن المؤسسات الأمريكية هي مؤسسات دولة لا تعمل برأي شخص واحد، وإنما هناك مؤسسات هي التي تحكم السياسة الداخلية والخارجية للبلاد. وبالتالي أنا أعتقد بأنه الفترة المقبلة قد تقدم الولايات المتحدة على خيارات صعبة في العراق إذا لم تؤمن مصالحها بالاتفاق مع إيران. نعم، العقيد الركن حاتم الفلاحي المحلل العسكري والأمني من إسطنبول، والعميد الركن خليل الطائي مستشار مركز الأمة للدراسات من بغداد، شكرا جزيلا لكما. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود إليكم لمناقشة المحور الثاني. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا بكم من جديد. اتهمت حكومة كردستان العراق ميليشيا الحشد بالقيام بتغيير ديموغرافي في المناطق المسيحية بسهل نينوى. وقال مدير شؤون المسيحيين بوزارة الأوقاف بكردستان العراق خالد ألبرت إن ميليشيا الشبك التابعة للحشد تستولي على أملاك وأراضي المسيحيين في سهل نينوى الذين يتحتم عليهم مغادرة المنطقة وبيع منازلهم. نتابع هذا التقرير ونعود للنقاش. انتهت عملية السيطرة على الموصل وسهل نينوى وما كان مجرد مخاوف من بسط نفوذ ميليشيا الحشد هناك أصبح حقيقة. هنا وفي سهل نينوى بات المسيحيون يتخوفون من العودة إلى منازلهم والصلاة في كنائسهم، خصوصا بعد سيطرة ميليشيا الحشد والجيش الحكومي عليها عقب استفتاء كردستان العراق. أغلب الطرق هي طرق مقطوعة ما بين مناطق سهل نينوى ومناطق إقليم كردستان، مقطوعة بشكل تام. يعني صارت حالتنا مثل حالة كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، أنه في عوائل هون وعوائل هون. وتؤكد مديرية شؤون المسيحيين في وزارة الأوقاف بكردستان العراق شروع ميليشيا الشبك المنضوية في الحشد بتغيير ديموغرافي في المناطق المسيحية بسهل نينوى عبر مشروعين سكنيين في منطقة برطلة، والضغط على المسيحيين فيها لبيع منازلهم ومغادرتها. في كثير محاولات لتغيير ديموغرافية مناطق كاملة خصوصا منطقة برطلة، حاليا في محاولات تغيير ديموغرافيتها، محاولة شراء لممتلكات المسيحيين، محاولة خلق نوع من الاستفزازات لعمل رد فعل عاكسي لجعل البقية يغادرون المنطقة. مشاريع التغيير الديموغرافي الجارية يشير النائب جوزيف سليوا إلى أنها تستند إلى برنامج حكومي يبيح توزيع الأراضي على أفراد ميليشيا الحشد والجيش في المحافظات المنكوبة وخصوصا نينوى التي يشكل سهلها أهمية اقتصادية وطريقا يربط كردستان العراق بالموصل وصولا إلى الحدود السورية. التاريخ يعيد نفسه إذن، وما عجز نور الملك سابقا عن فعله في سهل نينوى تنجح حكومة حيدر العبادي بفعله على حساب مسيحي سهل نينوى الذين تناقصت أعدادهم من 1.5 مليون كانوا يقطنون سهل نينوى قبل عام 2003 إلى 250,000 فقط. فضل كثير منهم النزوح أو الهجرة على الواقع الجديد الذي يرسم بأدوات إيران في العراق. ولمناقشة هذا المحور ينضم إلينا الدكتور عزيز القزاز من رئيس المنظمة العالمية للمغتربين العراقيين من ألمانيا، والأستاذ نوفل هاشم الكاتب والمحلل السياسي من فنلندا، فمرحبا بكما معنا. أبدأ معك أستاذ عزيز، يعني بعد انتهاء المعارك في محافظة نينوى، أليس من المفترض على حكومة العبادي أن ترجع الأمور إلى نصابها، أم أنها تدع ميليشياتها تتحكم في الخريطة الديموغرافية للمحافظة؟ طبعا هذا واجب دائمي كان
أثناء كل المعارك والتي أدت إلى تهجير أعداد كبيرة من العراقيين من مساكنهم، ولكن قل لي بالله عليك أين نجحت أو أرادت الحكومة أن ترجع هؤلاء المهجرين إلى ديارهم وتبني لهم بنية تحتية تكفي لأنه يبدأوا حياتهم ولديهم إمكانات وأسس الحياة، أما يرجعوا إلى خرائب وبدون فرص عمل فهذه طبعا خطط وهمية لا يمكن أن تنفذ. فمع شديد الأسف التخريب والتهجير سهل وسريع بقوة السلاح تلعب، ولكن إصلاح الأمر وإرجاع الأمور وخلق نظام جديد أمر صعب جدا مع افتراض وجود إرادة بذلك، ولكن إذا غابت الإرادة أيضا فهذا سيكون أصعب أكثر. نعم وكما نعم نعرف تفضل. وكما نعرف أن قضية تهجير المسيحيين العراقيين خصوصا وخلاء العراق من مسيحيين، حيث تم تهجير أكثر من نصف مليون مسيحي إلى الخارج، يعني الجزء الأكبر منهم توجه نحو الولايات المتحدة. نعم أستاذ نوفل، يعني ما الذي فعله المسيحيون في نينوى حتى يتم محاربتهم وتهجيرهم من قبل الميليشيات المرتبطة بإيران مرة أخرى، طبعا بعد تهجيرهم من قبل تنظيم الدولة؟ تحية لكم أخي الكريم وضيفكم ومتابعيكم الأعزاء. الحقيقة أن ما يحدث المسيحيين في سهل نينوى تحديدا تمثل موطن المسيحيين بالعراق وليس بالحدث الجديد. منذ عام 2013 كانت هنالك شكاوى تقدم للحكومة المركزية في حينها نور المالكي كان رئيس وزراء، وحتى إلى محافظ نينوى السابق أثير النجيفي، تفيد بوجود تغيير ديموغرافي يحدث في مناطق المسيحيين بسهل نينوى، حيث تم الاستيلاء على أغلب الأراضي التابعة لهم من قبل الوحدات الإدارية التي تقع فقط في بلدات مسيحية، وتوزع هذه الأراضي إلى قطع سكنية على غير المسيحيين. نعود ونقول أخي الكريم أن السبب الرئيسي لهذه المشكلة أن أراضي المسيحيين في سهل نينوى تقع ضمن الجسر البري الإيراني الذي يصل بالبحر المتوسط، لتمكين الشاحنات والأسلحة الإيرانية من الذهاب إلى سوريا ولبنان بحرية ودون قيود. وهذا أخي الكريم هو ما يعرف في مصطلح الهلال الشيعي الإيراني، حلم الفرس في المنطقة. يعني أنت تقرأ أنه التغيير يأتي من باب جغرافي أم من باب ديني أم الاثنين مع بعض؟ أخي الكريم احنا نعرف أن هذا التغيير أن أهداف إيران لا ليس لها علاقة بالدين، هو تغيير جغرافي فقط لإيجاد ممر لهم آمن لتحقيق حلمهم السابق بإعادة إمبراطوريتهم الفارسية. إذن ما يحدث أخي الكريم هو استراتيجية إيرانية تفرض نفسها كواقع حال في ظل غياب حكومة وصمت دولي وموت سريري عربي. نعم أستاذ عزيز، دكتور عزيز، يعني التغيير الديموغرافي يؤدي إلى خلق مناطق ذات لون طائفي وإثني واحد، مثل هذا الفرز السكاني ألا يتسبب بزيادة حدة التوتر وإذكاء روح العداوة والتعصب؟ طبعا وهذا مطلوب من الجهات التي لها مصلحة في ذلك، ومنها يجب أن لا ننسى الدور الإسرائيلي في موضوع، يعني شعار إسرائيل لم يعد أن إسرائيل يا إسرائيل حدودك من النيل إلى الفرات، وإنما صارت حدودك من النيل إلى أربيل، من النيل إلى أربيل. هذه المنطقة هي بالضبط في هذا المجال، فهم لأن المسيحيين هم لهم دور الإسمنت في تماسك المجتمع العراقي، هذا الإسمنت يجب أن يفلش لكي يسهل ضرب السنة بالشيعة تحت مسميات طائفية، وهذا هو هدف إسرائيلي خارجي أيضا. هذه استراتيجية صار لها فترة
مخطط لها ومستمرين بها. المسيحيون جزء أساسي ومكون أساسي من المجتمع العراقي والعربي، وهم ليسوا أقلية لأنهم عرب والعرب هم الأكثرية. يعني القول أن هذه أقليات ونعطيها حقوقها ومعرف إيش وقضايا الدين، ثم متى كانت هنالك فروق بين المسيحية والإسلام الذين كلاهما نشأوا على الأرض العربية وحملهم العرب إلى العالم؟ يعني هذه هي خطط، قلت لك، إزالة هذا الإسمنت للتماسك الاجتماعي في المجتمع العراقي، ليسهل ضرب المكونات الشعب العراقي، خصوصا ضرب السنة بالشيعة، حتى يسهل ذلك. وهذه مخططات إسرائيلية بالمقام الأول. نعم أستاذ نفول، يعني التغيير الديمغرافي يتيح توزيع أراضي لعناصر ميليشيا الحشد في مناطق المسيحيين بحسب النائب جوزيف أصليوة، وكذلك على المسيحيين بيع منازلهم في منطقة برطلة لبناء مجمعين سكنيين لعناصر الميليشيات. كل هذه الأمور ألا يسمع بها المجتمع الدولي كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي؟ أخي الكريم، مع الأسف هذه الميليشيات بالتعاون مع الحكومة العراقية تجد لها دوما مخارج وحلول تصل بعضها إلى الدرجة القانونية في منطقة سكنيين، لكي تضمن لكي تخرج من الأزمة الحاصلة. تعرف أنت هذه الميليشيات ارتكبت أفعال إجرامية عندما قامت بحرق وتدمير المنازل التي لم تدمر في المعارك التي جرت ضد تنظيم الدولة داعش في نهاية عام 2016، والسبب واضح، هو عرقلة عودة النازحين المسيحيين الذين يشكلون نسبة 95% من أهالي المنطقة قبل عام 2003. ومن الأسباب المستخدمة أيضا للاستيلاء على الأراضي من قبل بعض أفراد هذه الميليشيات الحشد طبعا المتواجدة على الأرض، الاستيلاء على بعض الأراضي وبناء منازل عليها بحجة أنهم دفعوا دماء لتحرير الموصل وسهل نينوى بالذات، بالإضافة إلى القرار اللي صوت عليه مجلس ناحية برطلة بناء 1000 وحدة سكنية في ناحية برطلة ضمن مشروع استثماري سيكون توزيع هذه الوحدات لغير المسيحيين، وبالطبع لأن عدد من يسكن هذه الوحدات يفوق عدد أهالي المنطقة الأصليين. نعم، كل هذا أين المجتمع الدولي طبعاً من كل هذه الأمور؟ حقيقة المجتمع الدولي كما قلنا سابقا صمت دولي وموت عربي سريري، بالإضافة إلى غياب حكومة وطنية. المجتمع الدولي يرفض هذا الشيء، بس لا يوجد فعل على أرض الواقع. نعم، ما هي الآثار الاجتماعية أستاذ عزيز، دكتور عزيز القزاز، ما هي الآثار الاجتماعية والنفسية على المدى البعيد على شريحة المسيحيين بسبب هذا التغيير الديموغرافي على مناطقهم؟ طبعا يا أخي، ارتباط المسيحيين بوطنهم العراق وأيضا بالمنطقة العربية بشكل عام، لأن المخطط الإسرائيلي هو إفراغ الشرق الأوسط من مسيحييه. لذلك نحن في المنظمة العالمية للمغتربين العراقيين رفعنا شعار لا شرق بدون مسيحيين ولا مسيحيين بدون شرق. يعني هذا المخطط الإسرائيلي القديم الجديد هو إفراغ الشرق الأوسط من مسيحييه لتأليب الغرب على المنطقة وأخذ المساعدة الغربية لها بإخضاع المنطقة على اعتبار أن المنطقة كلها إسلامية وليس هنالك مسيحيون. المسيحيون مهمون جدا في المجتمع العراقي، في المجتمع السوري، في فلسطين، ويشكلون عملا مهما وأساسيا في النضال وفي الصراع العربي الصهيوني. يعني تعرف الحركة الفلسطينية جزء كبير منها هم يقودوها مسيحيون عرب. هذا مخطط أوسع بكثير من دائرة العراق. نعم، والمسيحيون حتى لو اتجهوا إلى الولايات المتحدة وإلى أوروبا لن ينسوا وطنهم إطلاقا، سيبقون مرتبطين به، وسيفعلون أيضا
من وجهة نظر مصالحهم ووطنهم حتى في بلاد الغربة. فيعني هذا مخطط يؤدي إلى الضرر والتهديم للمجتمع والبنى التحتية والتغيير الديموغرافي العشوائي الذي غير قابل لأن يمد بجذوره في الأرض. هذا كله اتجاه تخريبي، يعني ماذا يعمل؟ تخريبي هذا لا يمكن أن يكون قاعدة لمستقبل مستقر. نعم. يعني أنا قلت المخطط الإسرائيلي يتضمن تدمير هذا الإسمنت المسيحي الذي نعم. يعمل على تماسك المجتمع العراقي حتى نعم. يسهل ضرب الطوائف ببعضها، حتى نعم. يسهل ضرب السنة بالشيعة وما إلى ذلك كما يخطط. نعم. فالمهم، لكن أعتقد حتى المسيحيون واعون لذلك. نعم. ولكنهم قليلي الحيلة، والغرب مع شديد الأسف رغم ادعائه بأن حضارته ترتكز على الأرث الحضاري المسيحي، لكنه يتنكر لها عندما تتعلق الأمور بمصالحه ومصالح إسرائيل في المشرق العربي. نعم. أستاذ نوفل، يعني كيف تقرأ مستقبل الخريطة السكانية لمدن محافظة نينوى بشكل عام ومنطقة سهل نينوى بشكل خاص إذا ما استمر هذا التغيير الديموغرافي؟ أخي الكريم، هناك تغيير ديموغرافي في كل محافظات العراق غير الشيعية وليس في محافظة نينوى فقط. هذا نعم. التغيير هذا معروف، هذا معروف الأمر، ولكن آه. نتحدث في هذه الحلقة عن سهل نينوى. نعم تفضل. نعم بالتأكيد راح أعطيك بعض الأمثلة ومنها راح تعرف حضرتك الخريطة السكانية لسهل نينوى وين رايحة. ميليشيات مسيحية مسلحة جزء من الحشد الشعبي ومن صهر العامري وبدر وتأخذ أوامرها من الجيش الإيراني، وكلنا يعلم مدى سلمية الطائفة المسيحية التي تعيش في العراق ومدنيتهم. نعم. عندك نقطة تفتيش في برط الليل تم خلع منها صورة مريم العذراء واستبدالها بصورة الخامنئي والمرجع علي السيستاني. نعم. عندك مدرسة علق على جدارها ملصق للمرشد الأعلى الإيراني علي الخامنئي، وحضر افتتاح المدرسة القنصل الإيراني. نعم. هذا ما نقرأ عن الخارطة الجديدة في المستقبل. نعم. هل لديك شيء تضيفه أستاذ نوفل؟ نعم. الأستاذ نوفل هاشم الكاتب والمحلل السياسي كان معنا من فنلندا، والدكتور عزيز القزاز رئيس المنظمة العالمية للمغتربين العراقيين من ألمانيا كان معنا. شكرا جزيلا لكما. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من حوار المساء، نلقاكم إن شاء الله يوم الثلاثاء في حلقة جديدة. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.